هلو، أنا عبد الله من العراق. طبعا اليوم حاب أتحدث عن تجربتي تعلم اللغة الإنجليزية مع أستاذ ناصر. طبعا هذا الأستاذ كلش راقي وتعامله كل السلس مع الطلبة، وكلش محاضرته من يلقيها ما نحس بالوقت أبدا. وطبعا يرفض أن واحد يستخدم اللغة العربية أثناء إلقاء المحاضرة، وهذا الشيء طبعا يصب بمصلحة الطلاب. فأنا أتمنى لك كل التوفيق وكل السعادة، وربي يحفظك، وتحياتي لحضرتك. أنت إنسان كلش راقي، أخذت وياك تجربة صح كانت قليلة بس كلش استفاديت من عندها. ربي يحفظك أستاذي.